يا كريمة وعقبال 100 سنة يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. أمال فين إيمان؟ أهي إيمان. أهي ماما تعالي. حاضر. أهلا يا كم سعيد. أهلا أهلا يا إيمان. كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي وعقبال 100 سنة. وحضرتك طيبة يا كم، تمسي على هديتك. العفو يا حبيبتي، دي حاجة بسيطة خالص، أتمنى إنها تعجبك. أكيد طبعا هتعجبني يا كم. خدي عطيات. حاضر. عن إذنك يا كم. عن إذنك يا ماما. إيمان. نعم يا ماما. خدي بالك من صحابك ومن طلباتهم، مش عايزة حد يطلب مني أي حاجة، أنا واقفة على رجليا من الصبح، يعني تعبانة وعايزة أقعد شوية مع طعم. ارتاحي أنت يا ست الكل، وما تحمليش هم أصحابي خالص، وإذا كان على طلباتهم أنا عارفاها، همهم على بطنهم، عايزين الشواية، الشواية وبس. امال لسه هستنى زيكم لما تحطوا في الباقه بقى. حصلني يا احمد. ماشي يا خالد. مجنون ده ولا ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا ايمان. وانت طيبه يا امال. ايه يا بنتي اللي اخرك كده؟ ده الشله كلها هنا من بدري. وحسام لا جه ولا لسه؟ جه قاعد هناك اهو لوحده. تعالي. ومن ساعه ما جه وهو ما اتحركش. مساء الخير يا حسام. اهلا يا امال، مساء النور، اتفضلي. طيب حسيبكم انا بقى لوحدكم، عن اذنكم اتفضلي يا ايمان. ايه يا كريم، ايه الدموع اللي في عينيكي دي كلها؟ حد يعيط في ليله عيد ميلاد بنته؟ كان نفسي ابوها يكون موجود ويشوفها في اليوم ده، اليوم اللي تمت فيه 21 سنه ويوم تخرجها من الكليه كمان. البركه فيك يا كريم، ما انت كنت ليها اب وام في نفس الوقت طول السنين اللي فاتت دي كلها. الله يرحمك يا فؤاد. انا بس نفسي اعرف ايه اللي غير راي والدك من ناحيتي وقلب كيانه في يوم وليله بالشكل ده؟ ليه يا امال، ايه السبب؟ انا عرفت السبب يا حسام. ايه هو؟ عريس جديد راح له طلبني منه. ايه؟ عريس؟ ايوه، هو بابا موافق عليه كمان. مش ممكن، مستحيل، ازاي ده يحصل بعد ما كان موافق عليا وراضي بيا ومديني كلمه؟ انا نفسي مش عارفه ازاي ده حصل. ويطلع مين بقى عريس الغفله ده؟ طبعا سعادتك شفتيه. ولا شفته ولا اعرف مين هو حتى، كل اللي بابا قاله لي ان هو راجل غني ومقتدر. طبعا غني ومقتدر، وانا لسه بكون نفسي. وانت يا امال رايك ايه؟ بتسالني عن رايي يا حسام؟ ما انت عارف ان انا افضل الموت ولا انيش اتجوز حد غير الموت. ده هيكون من نصيب اللي يفكر انه ياخدك مني. ايوه يا امال، انا اقتله، عارفه يعني ايه اقتله؟ يا حسام اهدى بس، مش كده، الناس حوالينا. اهلا يا عاطف. اهلا كريمة اختي حبيبتي، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. مساء الخير يا سعاد هاني. مساء النور. اهلا يا عاطف بيه، ازيك وازاي المدام؟ الله يسلمك ويخليك. طبعا اذنك يا كريمة، اما اروح اشوف سوسة. براحتك. طب يا روحي. ايه مديحة وعصام ما جوش دي؟ عصام يا ستي خد برد مفاجئ، ومديحة اضطرت انها تقعد بيه. لا الف سلامة. اهلا يا خالو. اهلا اهلا يا حبيبة خالو. ازي حضرتك؟ الف الف مبروك يا ايمان، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. ميرسي، احلى خال في الدنيا. العفو يا احلى بنت اختي في الدنيا بحالها. امال فين طنط مديحه وعصام؟ عصام عيان يا حبيبتي، وطنط بتعتذر لك وبتقول لك هتتصل بيكي في التليفون وتقول لك بنفسها كل سنه وانت طيبه. وهي طيبه يا خال. ايمان، اي سميه عايزاك. طيب انا اذنك يا طنط. اتفضلي يا حبيبتي. ايه اتاخرت ليه؟ اللي اخرني يا ستي ان انا عديت على المحامي قبل ما اجيلك. نفس القضية إياها؟ أنا شغلني في الدنيا بحالها غير نفس القضية. طب وبعدين؟ ولا حاجة، المحامي قال لي مفيش فايدة. يعني إيه؟ يعني مش هقدر أطول من منير أي حاجة خالص. تصور يا كريمة، منير ابن عمنا هو اللي لعب بيا وضحك عليا. طب والحل؟ حل؟ حل الوحيد إني أقتله وأخلص منه. طب بس ده جاي علينا أهو. إيه ده؟ أنت عزمتيه؟ لا طبعًا. أمال جاي يعمل إيه ده؟ أنت ناسي إن هو يعرف تاريخ ميلاد إيمان وأكيد جاي يبارك له. هو كمان له عين يجي هنا؟ اما بيجح بصحيح. اهلا يا منير.
اهلا يا كريم، اتفضل يا عبد العزيز بيه. مساء الخير يا عاطف. مش عايز ترد؟ براحتك. عموما انا جاي الايمان لان عيد ميلادها النهارده ومش ممكن ما اجيلهاش في يوم زي ده. لا والله عندك العيب وبتفهم في الاصول قوي. احب اعرفكم بعبد العزيز بيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. على فكره يا مدام كريمه، انا والد امال صديقه ايمان. كل سنه وهي طيبه. وحضرتك طيب. اهلا وسهلا، شرفت يا فندم. الله يشرف مطارك. اهلا بيك، ده بيتك ومطرحك يا عبد العزيز بيه. شكرا يا منير بيه. انما قال لي لما ابن عم مامتك على ابقى مع صاحبتنا. مش عارف. طبعا اذنك يا سميره، هروح اسلم عليه. اوكي. انا اصلا كنت ببيت عبد العزيز بيه قبل ما نيجي على هنا على طول، وقلت اجيبه ومعايا عيد ميلاد ايمان، خصوصا ان بنته امال هنا. ازيك يا انكل منير؟ اهلا اهلا بست البنات، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. عقبال كده ما نيجي نبارك لك يوم فرحك ان شاء الله. ميرسي يا عم. انا جيت مستعجل ما جبتلكيش هديه معايا، انما بكره الصبح ان شاء الله هعدي عليك ونروح للسايغ تنقي هديتك بنفسك. ما تقولش كده يا انكل منير، ده وجود حضرتك اللي دي اكبر هديه عندي. ازيك يا انكل عبد العزيز؟ اهلا اهلا يا ايمان يا بنتي، كل سنه وانت طيبه يا ايمان. وحضرتك طيب يا انكل. هو حضرتك وانكل منير تعرفوا بعض؟ طبعا اعرف. احنا نعرف بعض عز المعرفه. عمك عبد العزيز هيبقى حماك الجديد. حماك؟ ايوه، من يوم الخميس الجاي بعد ما اكتب كتابي على بنته. بنته؟ بنته؟ ايوه بنته. طبعا انت مش محتاجين عزومه. هو حضرتك ليك بنت تانيه غير امال يا استاذ عبد العزيز؟ لا لا يا كريمه هاني، امال هي بنت الوحيده طبعا. امال فين هي يا ايمان؟ موجوده. مش هي اللي هناك دي؟ وده مين اللي معاها ده؟ ده حسام زميلنا في الكليه. حسام؟ تقول لك حسام عبد العزيز؟ لا، ما هو كده مش حلو معايا انا بقى. الله، هي ايه الحكايه يا كريم؟ انا مش فاهم حاجه. في ايه يا ايمان؟ في ايه يا ايمان؟ والله ما انا فاهمه اي حاجه. بابا؟ عمي؟ ايه يا حسام؟ ايه حكايتك يا ابني؟ انا مش سبق وفهمتك ان امال مش ليك وطلبت منك انك تبعد عنها؟ وانت يا امال ازاي قاعده معاه لوحدكم بالشكل ده؟ يا بابا انا يا عمي كل الموضوع سيبك من عمك وكلمني انا يا شاطر. طبعا انت عارف ان تقدم لها عريس وطالبها من ابوها مش كده؟ ايوه عرفت. وما دام عرفت مش المفروض تبعد عنها، وخصوصا ان كاتب كتابها بعد 3 ايام. ايه؟ كاتب كتابها؟ 3 ايام؟ ممكن بقى تهوينا يا شاطر وتورينا عرض كتافك؟ ممكن اعرف دخلك انت ايه في الموضوع ده؟ انت مين؟ ده انكل منير ابن عم مامة ايمان صاحبتي. وعريسك يا عروسة. ايه؟ عريسي؟ انت؟ ايه؟ عندك مانع؟ اللي في دماغك ده مش هيحصل. هيحصل. نجوم السماء اقرب لك. بكره نشوف. منير ما يصحش كده. انت جاي عيد ميلاد ايمان عشان تعمل لي مشاكل هنا ولا ايه؟ انا بكلمه بكل هدوء، هو اللي منفعل شويه. يا ابني روح شوف لك شغلانه تاكل منها عيش، وبعدين بفكر في الجواز وده بعد عمر طويل. كده؟ طبعا اذنكم. استنى يا حسام، بس رايح فين؟ همشي يا ايمان، همشي، وانا اسف جدا على الازعاج اللي حصل ده. بس قبل ما امشي احب افهمك ان اللي في دماغك ده مش هيحصل. مش هتلحق تتهنى بيه. عقل بنتك يا عم عزيز وعرفها اللي ما تعرفوش. منير انا عاوزاك تعالى. اتفضل معانا. اتفضل. اتفضل. ايه هو اللي ما اعرفوش يا بابا؟ وازاي ترضى وتوافق على حاجه زي دي؟ يا بابا ده كبير عني قوي. ده انا بقول يا انكل. كفايه يا امال، كفايه كفايه، ما تقطعيش فيا اكتر من كده. امال غصب عني، غصب عني يا بنتي. منير خانقني بطوق حديد حوالين رقبتي، مش هخلص منه الا اذا اتجوزتيه. فهمتي؟ وفيها ايه يعني لما اتجوز امان؟ فيها انك متجوز سناء مراتك. الله، ما انا هطلقها. اما تبقى تطلقها وتحل مشاكلك يبقى فكر اتجوز. وبعدين ازاي تفكر تتجوز في واحده صاحبه بنتي؟ يعني لو كنت خلفت كنت جبت قدها. يا كريمه مش مشكلتنا دلوقتي، دي حياته هو حر فيها، يتجوز يطلق يعمل ما بداله. عندك حق يا ابن عمي. وانا بقى فين حق اللي عندك يا منير؟ الله، انت مش رحت للمحامي عشان يرفع لك قضيه؟ حصل. وبلغني انها خسرانه من الاول. اذا كانت القضيه خسرانه من سكه القانون، انا هعرف ازاي اكسبها من سكه تانيه. مكسبك الوحيد انك ترضى بالامر الواقع. امر واقع انك تاخد كل فلوسي اللي بالملايين وترمي لي كام مليم كل شهر. مش وقت الكلام ده دلوقتي. شوف بقى، هو انت اللي عايز تعمل مشاكل في عيد ميلاد بنت اختك؟ يا اخي انت ايه؟ جبله
ما عندكش دم، ما بتحسش خالص. كفاية بقى، أنا هعرف أتفاهم معاه. أنا سايب لكم المكان كله داخل جوه، بس يكون في علمك يا منير أنا هدفعك التمن، والتمن هيكون غالي قوي يا ابن عمي. قرعا متهور. بقول لك ايه، احنا ولاد عم، يعني ما يصحش. بقول لك ايه، قبل ما تقولي لي اللي يصح ولا ما يصحش، سيبيني اروح اكل لقمه لحسن جعان قوي، وريحه الشوي جوعتنا اكتر. عن اذنك يا بنت عمي. عطيات ايوه مديح، في حاجه؟ الولد جراله حاجه؟ ايه يعني ده كويس؟ طيب الحمد لله. مال صوتي يا مديح؟ يا ستي انا مش متضايق ولا حاجه. يو يا مديحه بقى، قلت لك مفيش حاجه. ايه الحكايه وما فيها ان الزفت اللي اسمه منير موجود هنا في الحفله؟ ايوه قابلته وكلمته. ده انا يا ستي زي ما انت بتقولي، هو ده اللي موترني. ده انسان بارد وعديم الاحساس ويستاهل الذبح، مش فاهم معمول من ايه ده. حاضر يا مديح حاضر. لا لسه قاعد شويه. ايوه ما انا لازم الليله دي اشوفني مع صرفه باي طريقه. طيب يا مديح، طيب مع السلامه. ايه اللي موقف كده يا عطيه؟ سلامتك يا عاطف بيه، مش حضرتك ندهت عليا من شويه؟ انا ندهت عليكي؟ ايوه يا بيه. طيب اجري اعملي لي فنجان قهوه. حاضر من عينيا. تأمر بحاجه تانية؟ شكرا. ايه رايك في السيخ ده منير بيه؟ هو ده المطلوب، واضح انه مستوي وخالي من الدهون وكله ريش، وانا بعز الريش قوي. انا وشيف فضل يا باشا. متشكر متشكر جدا. شكرا يا عزيز بيه. انت مكسوف ولا ايه؟ احنا بيت بنت عمي، يعني بيتي وبيتي هو بيتك. كل راجل كل زود له. لا لا كويس كده قوي. كلمت امال؟ كلمتها. يعني اقتنعت؟ ما هو لازم تقتنع، احنا ما قدمناش تصرف تاني من البيت. يعني عيلة امال طول عمرها عاقله وتقدر الظروف، وبعدين احنا ما قدمناش غير اننا نلبي كل طلباتك يا منير. عظيم جدا. كل بقى وهي سخنه عشان اللحمه المشويه اذا بردت ما تتاكلش. حاضر حاضر. عايز كاتشب؟ لا لا متشكر متشكر. هو ده الحل الوحيد. انت اتجننتي يا امل. يعني ايه تنتحري؟ هو ده اسمه كلام؟ انا ما بقاش فيا عقل خلاص. انا اتجوز انكل منير؟ طب ازاي؟ ازاي؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه، بس المهم دلوقتي تشيلي فكره الانتحار من دماغك خالص وما تبقيش مجنونه. يا عاطف عاطف عطيات، القهوة دي لمين؟ اللي عاطف بيها هاني. هو فين؟ كان هنا من شوية. عاطف؟ يا عاطف. أيوة يا كريمة. أنت فين؟ أنا كنت في الحمام، في حاجة؟ أنا عشان لقيتك كده اختفيت، جيت أدور عليك. المهم طمنيني، إيه الأخبار برة؟ الجو هدي ولا الزفت منير ده لسه عامل قلق؟ لا هدي جدا وكل الناس مبسوطة. طيب إن كان كده بقى أنا أمشي من بره بره، ويسلمي لي على إيمان وبوسيهالي وكل سنة وأنتوا طيبين. لا تمشي إزاي، ما ينفعش. أنت عارفة الظروف اللي عندنا، الولد تعبان ومديحة لوحدها. مش هيجري حاجة لما تتأخر نص ساعة، إيمان هتزعل قوي لو ما طفيتش معاها الشمع. وأنا ما يهونش عليا زعل حبوبتي إيمان. كده؟ هستنى يا ست. حاضر. يلا بينا. والقهوة يا بيه؟ مش راضيها أنت. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Iman, happy birthday to you. Sana halwa ya jameel, sana halwa ya jameel, sana halwa ya Iman, sana halwa ya jameel. Bravo. عم عثمان، يا عم عثمان. الله يا عم عثمان.
ايوه عطيات. رحت فين يا عم عثمان؟ انا موجود اهو، جبت الشاي اهو وكمان معاه حته جاتوه. تسلم ايديك. الف هنا وشفا. الله يهنيك. الله، مش دي مدام سناء مرات منير بيه ابن عم الهانم؟ ايوه هي عطيات. ده في مشاكل ياما بينها وبين سمونير، وسمعت انهم هيتطلقوا، بس انا ما شفتهاش لما دخلت بعربيتها ولا اعرف انها موجوده اصلا. ولا انا حتى، لا شفتها في الحفله ولا جوه في الفيلا. هو مالها خارجه مسروعه بعربيتها كده؟ احنا مالنا عطيات، خلينا في حالنا. على رايك. بقول لك ايه عطيات، شم ريحه اللحمه المفحفحه دي، عايزك تروحي عند عم عبد الله وتجيب لنا حتتين لحمه حلوين. عينيا الاثنين، بس انت كل الجاتوه واشرب الشاي قبل ما يبرد وانا هجيب لك اللحم. تسلم عينيكي. عم عبد الله، بقول لك ايه، عايزه حتتين لحمه بس يكونوا حلوين عشان انا وعم عثمان. انا ماليش بركه غيرك. تسلم. شكرا. ألف سلام. إيه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيمونير يا ساتر يا رب يا رب يا رب يا رب. يا ساتر. إيه ده يا عم صلاح؟ زي ما سعادتك شايف يا فندم، واضح ان الجاني طعن المجني عليه بالسيغ ده. ورجالة المعمل الجنائي وصلوا؟ هما لسه ما وصلوش يا فندم، بس على ما سعادتك تخلص معاينه يكون وصلوا ان شاء الله. والمعازيم اللي كانوا هنا في الحفله، في حد منهم مشي ولا كلهم موجودين؟ لا، هو من ساعه ما وصلنا يا فندم ما فيش اي حد مشي، بس طبعا ممكن يكون اي حد مشي قبل ما نوصل. طب مستوياتهم ايه، شكلهم ايه يعني؟ لا، هما ناس محترمه يا فندم، اصل الحفله دي كانت حفله عيد ميلاد بنت صاحبه الفيلا، ومعظمها كان شباب وبنات من زمايلها. طب واهل الفيلا هنا؟ كلهم موجودين يا فندم. ما حدش عارف اذا كان المجني عليه من اصحاب الفيلا ولا من المعازيم؟ لا والله يا فندم، هو لحد دلوقتي لسه ما عرفناش بالظبط. اللي انا مستغرب له يا فندم، اللي يخليه يسيب الحفله والانوار والاضواء ويجي لحد هنا؟ قدره عم صلاح يسيب الحفله ويجي يقف تحت الشجره دي عشان يتقتل واحنا نعاين ونحقق ونشتغل. فعلا يا فندم مظبوط. الطبيب الشرعي شافه؟ ايوه يا فندم، والفحص المبدئي للطب الشرعي قال انها طعنة نفذة في الكبد ادت للوفاة في الحال. يا مسهل. قطع امرك. انت عارف طبعا ان السيخ اللي اتقتل بيه المجني عليه كان من السياخ اللي انت بتشوي بيها اللحمه بتاعتك. ايوه بيه مظبوط. طيب ايه بقى اللي وصل السيخ ده للقاتل عشان يروح يرتكب بيه الجريمه بتاعته هناك؟ في الحقيقه يا فندم، في شاب خطف السيخ من على الشواب لحمته وسخن ومشي، وهو الوحيد اللي عمل كده. ويطلع مين الشاب ده؟ واحد من ضيوف مزمزيل ايمان. طب وعمل كده شباب. يعني انت لو شفت الشاب ده هتعرفه؟ طبعا يا باشا. انا يا فندم اللي خدت السيخ. السيخ ده هو اللي المجني عليه اتقتل بيه خالد. طب وانا داخل ايه سيادتك في حاجه زي دي؟ دخلك ايه ازاي؟ انت مش بتقول السيخ كان معاك والسيخ ده هو اداه الجريمه؟ تقدر تقول لي ايه اللي ودى السيخ ده في المكان اللي حصلت فيه الجريمه؟ ما انا يا فندم كنت قريب من المكان ده قبل الجريمه ما تحصل. كويس، ايه بقى اللي خلاك تسيب الشله بتاعتك وتروح للمكان ده؟ صدفه يا فندم، ده حتى احمد صاحبي حصلني بالطبق بتاعه عشان نتمشى شويه، ناكل شويه ونتكلم شويه. كويس قوي. وبعد ما اتمشيت وكلت وكلمته حصل ايه بقى؟ رميت السيخ ورحت غسلت ايدي من حنفيه الجنينه، وبعد كده خدت احمد ورحنا لبيت الشله. طب ايه اللي خلاك ترمي السيخ؟ ليه ما رحت شديته للشيف زي ما خدته منه؟ اهو اللي حصل بقى يا فندم. انت كنت تعرف المجني عليه خالد؟ ابدا يا فندم، انا كل اللي اعرفه عنه قريب ايمان. يعني ما كانش فيه بينك وبينه اي مشاكل او خلافات؟ وهتيجي منين الخلافات والمشاكل وانا ما اعرفوش اصلا؟ ده انا ما شفتوش ولا عرفت ان هو قريب ايمان الا في الليله دي بس، ساعه الخناقه اللي حصلت بينه وبين حسام. حسام؟ ويطلع مين حسام ده كمان؟ ده زميلنا وصاحبنا وبرضه ايمان كانت عزمان معانا في الحفله. طب ايه سبب خناقته مع المجني عليه يعني؟ اصل حسام وامال كانوا بيحبوا بعض من زمان وكلنا عارفين، والمفروض انهم كانوا هيتخطبوا قريب، لكن اللي حصل ان منير ده ظهر فجاه وطلب ايد امال من باباها، وباباها وافق. فجاه كده؟ ايوه يا فندم، وهو ده سبب الخناقه اللي حصلت بينهم. بص يا ايمان، انا عايزك تهدي كده وتتماسك عشان نعرف نتكلم. بس انا الحقيقه كنت عايز اعرف منك ايه اللي تعرفيه عن العلاقه بين حسام وامال. حسام وامال من اعز اصحابي. من ايام الكليه ولحد ما اتخرجنا. 5 سنين دلوقتي احنا مع بعض، احنا وبقيه الشله. أمل وحسام كانوا بيحبوا بعض جدا وكانوا ناويين يتجوزوا. أنا عرفت كمان إن باباها كان موافق على العلاقة دي. أيوه، وكان المفروض إن حسام هيقدم لها شبكة قريب،
لكن باباها فجأة اعترض ورفض. طب المجني عليه ابن عم والدتك كان ايه علاقته بأمال؟ ما كانش في بينهم اي علاقة خالص. ازاي؟ مش هو برضو اللي كان هيتجوزها؟ ما هو ده اللي انا اتفاجئت بيه النهاردة، وساعتها بقى عرفت ليه أمك المنيرة الله يرحمه كان عمال يسألني عن أمال لما شافها هنا مرة عندي في البيت. أنا فرحانة قوي قوي يا إيمان، أخيرا ربنا هيحقق لي حلم حياتي. أنت وحسام تستاهلي كل خير، ده أنت يا بنتي موصوفين لبعض، ربنا دخلكوا نفس الكلية وفي نفس السنة عشان إن شاء الله تكونوا من نصيب بعض. الحمد لله. طب الشبكة ومقدور عليها، لكن بقى الشقة والجهاز واللازي منه. اولا يا ستي حسام عنده 50,000 جنيه في البنك ميراث من مامته الله يرحمها، دول رايحين للشقه. ده اولا. وثانيا؟ ثانيا بقى بابا عامل لي وديعه في البنك باسمي، هفكها واجيب الجهاز والعفش واللازم منه. حلو قوي ده. طب والاكل والشرب واللبس وكل الحاجات دي هتعملوا فيها ايه؟ انا جايه لي وظيفه كبيره وبمرتب كويس، وحسام كمان نفس الشيء، يعني مرتبه على مرتبي هنعيش في التبات والنبات وتخلفوا صبيان وبنات. عقبالك يا ايمان يا حبيبتي. بقك لباب السما يا رب. هاي ازيك يا ايمان؟ اهلا يا انكل منير. ازيك؟ اهلا. ماما موجوده؟ اه موجوده يا انكل. طيب استاذن انا يا ايمان، باي باي. ازاي مش تتعرف الاول يا اموره؟ دي امال صاحبتي وزميلتي من ايام الكليه. امال اسم حلو قوي. ده انكل منير ابن عم ماما. تشرفنا. ده احنا اللي تشرفنا يا اموره. ميرسي قوي. باي 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 يا ايمان. باي حبيبتي. بيكلميني ان شاء الله. مع السلامه يا اموره. ما انت ليكي اصحاب حلوين قوي اهو. وليلى صاحبتك دي مخطوبة؟ لا بس هتتخطب وتتجوز قريب ان شاء الله. هتتجوز مين؟ حسام زميلنا. اه تلميذ يعني لسه متخرج. لا ده لسه قدام منه مشوار طويل عشان يفكر في الجواز، وطبعا تعرفي عنوانها. اه طبعا يا انكل. وظروف اهلها ايه؟ عادي، باباها تاجر بسيط ومامتها متوفية. اه باباها تاجر ووالدتها متوفية. حلو. هي دي كانت بداية معرفته بيها، بس انا لما كنتش متخيله ابدا ان ممكن انكل منير الله يرحمه يروح لبابا امال ويطلب ايدها ويحددوا ميعاد كتب الكتاب وبابا هيوافق بالسرعه دي من غير حتى ما يقولوا الامال. طب وهي فين امال دي؟ انا ما شفتهاش هنا مع الموجودين ليه؟ روحت هي وباباها. روحوا قبل اكتشافكم للجريمه ولا بعد ما اكتشفتوا الجريمه؟ لا بعدها. طب وايه اللي خلاهم يروحوا؟ اصل انكل عبد العزيز ما قدرش يستحمل منظر انكل منير وهو مقتول، فتعب قوي وضغطه عالي وكان هيغمى عليه. طبعا انت عارفه عنوانهم فين؟ اه طبعا. امال ساكنه قريب من هنا في نفس الحي اللي احنا فيه ده. انا بلغني انسه ايمان ان الليله دي حصل خناقه كبيره قوي بين اللي اسمه حسام ده وبين المجني عليه. ايوه حصل. واللي بلغني كمان ان حسام ده مش زعلان وساب الحفله قبل ما تكتشفوا الجريمه. ايوه هو ده اللي حصل بالظبط. محمود بيه. ايوه صلاح. رجالتنا خلصوا شغلهم يا فندم، تؤمر بحاجه تانية؟ لا متشكر. عايزك تاخد عنوان الشاب اللي اسمه حسام ده من انسه ايمان، واول ما تلاقيه جيبهولي فورا. امرك يا فندم. يا عاطف بيه. اهلا يا سعاده باشا. اهلا بيك. ايه ده؟ ده دم اللي على قميصك ده ولا ايه؟ اه مظبوط. اه ومن ايه الدم ده؟ يا فندم؟ ايه ما سمعتش ولا ايه؟ لا سامحني اصل اعصابي تعبانه لسه من اللي حصل ده كله. الله يكون في عونك. طب اتفضل ارتاح. اتفضل. اتفضل. طيب يا استاذ عاطف انا بسالك اهو مره تانية بالراحه وبهدوء، الدم ده بتاع مين وايه اللي جابه على هدومك؟ وارجوك تجاوب بصراحه لان احنا هنعرف من فصيله الدم. طبعا ده دم منير ابن عمي الله يرحمه. اه دم منير ابن عمك؟ وايه اللي جابه على هدومك؟ اصل انا اول ما سمعت البت عطيات الشغاله بتصرخ. ايوه. جريت مع اللي جروا على صوتها. اه وبعدين لقيت منير ابن عمي مرمي على الارض ودمه سايح، رحت ميه عليه بسرعه ورفعت كتفه على ذراعي على امل انه يكون لسه فيه الروح. لكن للاسف الشديد لقيته كان مات. جايز برضه. صدقني سعادتك ده اللي حصل، وبعدين ما كنتش لوحدي ساعتها، كان في ناس كتير قوي معايا شافوني وانا بعمل كده في اللحظه دي. بس انا بلغني ان كان في مشاكل بينك وبينه. ايوه يا فندم كان في بيننا مشاكل وكانت هتوصل للمحاكم كمان. ويا ترى ايه السبب؟ لانه خاني بكل اسف بعد ما حطيت فيه كل ثقتي. ازاي؟ اصل انا واختي كريمه ورثنا مبلغ كبير عن المرحوم والدنا. انا خدت نصيبي وكريمه اختي خدت نصيبها حطيته في البنك زودت بيه رصيدها اللي كانت ورثاه عن المرحوم جوزها. انا برضو فكرت اعمل نفس الشيء. قلت فوائد المبلغ على مرتبي دخلي هيزيد وهعيش كويس انا ومراتي وابني. لكن في يوم من الايام لقيت منير ابن عمي داخل عندي البيت وعرض عليا فكرته. ال 150 الف جنيه اللي هاخدهم منك هكسبك من وراهم 5,000 جنيه كل شهر. كل شهر؟ كل شهر
يعني اضعاف اضعاف الربح اللي هتاخده من البنك. اذا على كتفك طبعا، بس هتشغل فلوسي في ايه؟ من شغلاتي اللي بشتغلها تجارة العربيات. وهنا موافق بالثلث يا منير. على بركة الله يا ابن عمي، وساعة ما هتسلمني الفلوس هكتب لك وصل بالمبلغ كله. يا راجل وصل ايه؟ احنا مين ده وبين بعض برضه كلام زي كده؟ ده احنا ولاد عم يا منير، يعني زي الاخوات. يا عاطف، ولاد عم واخوات اه، بس الشغل شغل، بيزنس از بيزنس. وكتب لي فعلا وصل بالمبلغ. طيب، يعني راجل ذمته كويسه. وفضل يديني 5000 جنيه كل شهر لمده 3 شهور. عظيم. وكان بيمضيني على كل 5000 جنيه باخدهم منه. حق. بعد كده فهمني ان الشغل بدا يخسر. جايز، مش ده ممكن يحصل؟ لا، كان كذاب. الشغل ما كانش بيخسر ولا حاجه. ال 5000 جنيه اللي كان بيديهم لي كل شهر بداوا يتناقصوا بشكل غريب وسريع. شهر نزلوا ل 500 جنيه. الشهر اللي بعده ل 300، الشهر اللي بعده لمفيش. طلبت منه يرد لي بقيه المبلغ بتاعي اللي عنده، رفض وابتدى يماطل. وانت عملت ايه بعد كده؟ رحت للمحامي بتاعي عشان يرفع لي قضيه ضده بالوصل اللي انا واخده عليه بال 150 الف جنيه اللي كان واخدهم مني. لكن للاسف الشديد اتضح ان الوصل ده قابل واشرب ميته. ازاي؟ لانه للاسف كان معاه 3 ايصالات ممضيين مني بيأكدوا اني استلمت منه مبلغ 150 الف جنيه، كل ايصال ب 50 الف، وراح بصور الايصالات دي للمحامي بتاعي ووراهم له. انت فعلا مضيت على الوصولات دي؟ ايوه، والامضه كانت امضتي برضو. ازاي يا باشا؟ الثلاث اشهر الاولانيين اللي كان بيديني فيهم كل شهر 5000 جنيه، تصور سعادتك، كان بيمضيني كل شهر على 50 الف جنيه بدل 5000 جنيه، وانا كنت بمضي مش واخد بالي ومش واخد خوانه، مأمن له بقى ابن عمي، ومش متصور ابدا انه ممكن يخونني بالشكل ده. طب ما حصلتش مواجهه بينك وبينه؟ كتير، وكل مره من بجاحته كان يقول لي انه اضطر يعمل كده عشان مش ضامن السوق، وفي نفس الوقت عشان يضمن انه يخرج من اي قضيه لو فكرت انا ارفعها ضده. وكان بيحاول يضحك عليا باي مبلغ بسيط كل شهر، لكني رفضت طبعا. ولجأت طبعا للمحامي بتاعك، والمحامي قال لك مفيش فايده. هو ده اللي حصل بكل اسف. عشان كده قتلته عاطف. ايه قتلته؟ ايه الكلام ده؟ انت قتلته عاطف لانك كنت عارف ومتاكد ان بموته هتاخد حقك تالت ومتلت. الراجل مش مخلف وانت الوريث الوحيد ليه، فبكده هتاخد حقك وزياده وبسكه تانية بعيد عن المحاكم والقضايا. يا فندم مفيش حاجه من دي حصلت ابدا. حصل يا عاطف، حصل. انت اللي قتلته، وبصراحه بينه وبينك هو يستاهل لانه نصب عليك وخد منك كل اللي حلتك. لا يا حظبط، لا انا ما قتلتوش، ما قتلتوش. لا يا فندم مستحيل، عاطف بيه مش ممكن. انت مش قلت ان هو طلب منك انك تعملي له قهوه، ولما عملت القهوه ورحت له بيها ما لقيتهوش في المكان اللي انت سبتيه فيه؟ ايوه. وقال انه ساعتها كان في الحمام. ايوه. مش عرفك انه كان في الحمام؟ مجاز ما كانش في الحمام، كان عند المجني عليه، ارتكب جريمته ورجع دخل الحمام. معقوله يا بيه؟ عاطف بيه، عاطف بيه مش ممكن يعمل حاجه زي دي ابدا. مالكيش دعوه انت اذا كان هو اللي عمل ولا ما عملش، سيبينا احنا اللي نقرر الكلام ده. انت المطلوب منك ان انا اسالك على حاجه تجاوبي عليها. حاضر يا فندم، تحت امرك. احكي لي بقى كده تاني وبالراحه، ايه اللي سمعتيه بالظبط لما دخلت لقيتي عاطف بيه بيكلم مراته في التليفون؟ انا سمعته وهو بيكلمها عن منير بيه، وكان دمه فاير على الاخر وهو بيجيب سيرته. ليه؟ عشان ايه؟ اصله يا فندم ما كانش بيحبه ولا يطيق يشوفه ولا حتى يسمع سيرته. الله، وانت عرفت الكلام ده منين؟ يعني من الكلام اللي كنت بسمعه. بتسمعيه من مين؟ بين كريمة هاني معاطف بيه لما كان بيجي يزورها هنا. طب ما عرفتيش من كلامهم مع بعض ايه السبب اللي مخلي عاطف بيكره ابن عمه بالشكل ده؟ اللي فهمته ان كان في بينهم مشاكل بسبب الفلوس، قطعة الفلوس اللي تخلي الاهل اللي من دم واحد يكرهوا بعض بالشكل ده. طب وانت يا انسة امل، كان ايه رد فعلك لما عرفت ان المجني عليه طلب من والدك انه يتجوزك؟ انا اتفاجئت طبعا لما بابا قال لي الكلام ده في الحفلة، وعرفت انه وافق بسرعة جدا على جوازي من شخص تاني غير حسام. طب ما قالكيش ايه السبب؟ هقول لحضرتك. غصب عني، غصب عني يا امال يا بنتي. منير خانقني بطوق حديد حوالي رقبتي، مش هخلص منه الا اذا اتجوزتيه. ليه يا بابا؟ ليه وعشان ايه؟ ويطلع ايه الطوق اللي خانقك بيه ده؟ شيك ب 250,000 جنيه بدون رصيد يا بنتي. وهو حضرتك مديله بالمبلغ الكبير ده يا بابا؟ هيو. طب وانت ايه علاقتك بمنير؟ عرفته ازاي ومنين؟ وايه اللي خلاك تاخد منه الفلوس دي كلها؟ بعدين يا امال هتفهمي كل حاجه. المهم
انك تفهمي حاجة واحدة دلوقتي، تفهمي ان جوازك قصاد ان يقطع الشيك. اما اذا رفضت انك تتجوزيه يبقى مفيش غير ان يقدم الشيك للنيابة وادخل انا السجن. فاهمة؟ ادخل السجن يا باشا. طب ابوكي ما قالكيش ال 250 الف جنيه اللي واخدهم من المجن عليه دول كانوا بتوع ايه؟ لا ما قاليش. انت كنت فين يا انسه امال في الوقت اللي حصلت فيه الجريمه؟ انا كنت في الجنينه مع ايمان وسمير اصحابي، كانوا قاعدين بيخففوا عني ويواسوني. كويس، وبعدين؟ وبس. متاكده؟ ايوه متاكده. يعني ما سبتيش ايمان وسميره وقمتي اتمشيتي كده ولا كده؟ كده ولا كده فين يعني؟ يعني اتمشيتي في الجنينه، رحتي مثلا المكان اللي حصلت فيه الجريمه؟ لا 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 ما حصلش. ممكن يكون حصل. طب ولنفرض ان ده حصل، معناه ايه؟ معناه انك انت اللي قتلتيه. ايه؟ انا اللي قتلته؟ ايوه، فاجئتيه وهو واقف لوحده بعيد في الجنينه بعيد عن الناس، وانت متغاظه منه، لقيت السيخ بتاع اللحمه مرمي قدامك، طعنتيه بيه الطعنه اللي قتلته. لا يا فندم، الكلام ده ما حصلش، وانا ايه اللي هيخليني اقتله؟ عشان تخلصي منه؟ لا طبعا ما حصلش. لا حصل. اهو تبقى خلصت منه وخلصت ابوكي من الدين اللي عليه، وفي نفس الوقت خليلك الجو عشان تتجوزي حسام حبيب القلب. فعلا يا حضره الضابط، حسام هو الشاب المناسب لامال بنتي في بدايه حياته والمستقبل قدامه، وابن ناس طيبين، وفوق كده بيحب البنت والبنت بتحبه. ما تتفضل الاخ سيادتك. شكر. طيب يا راجل، طيب لما انت عارف ان الواد والبنت بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا، ايه اللي خلاك تقف في طريقهم؟ ليه تهد الدنيا على دماغهم كده وتفركشهم وتبعدهم عن بعض؟ تجوزها راجل قد ابوها؟ ليه عملت كده؟ عملت كده عشان الشيك ابو 250 الف جنيه اللي عليك للمجن عليه، مش كده؟ الحقيقه ايوه. طب تقدر تقول لي انت كانت علاقتك ايه بالمجن عليه؟ بدات ازاي ووصلت لغايه فين؟ انا اقول لك يا حضره الضابط، من حوالي اسبوعين تقريبا كنت لوحدي في البيت، جرس الباب ضرب، قمت فتحت لقيت منير قدامي قدم لي نفسه، وكانت دي أول مرة أشوف فيها منير. أهلا بيك يا أبو عزيز بيه، أنا منير. منير مين ولا مؤاخذة؟ أعرف حضرتك، إيمان بنت عمي، هي وأمال بنت حضرتك أصحاب كده كده، وأنا شفتها عندهم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل. يزيد شرفك. يا أهلا وسهلا. يا بن نور يا بن نور. يا أهلا بيك. أهلا بيك يا أبو عزيز بيه. اتفضل. أي خدمة يا منير بيه؟ أنا قلت أزود معرفتي بيك بعد التحريات اللي عملتها عنك. تحريات؟ هو البي ظابط بوليس ولا حاجه؟ لا يا راجل، ظابط بوليس ايه وبتاع ايه؟ ومالك اتخضيت كده؟ انا تاجر سيارات وعندي معرض سيارات كبير قوي في وسط البلد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بس برضه التحريات اللي عملتها عندك ما تقلش عن التحريات اللي بيعملوها ظباط البوليس. ويا ترى التحريات اللي عملتها يا منير بيه وصلتك لايه ان شاء الله؟ اللي وصلني عنك شيء يحزن قوي. يحزن؟ ليه؟ ليه كده يا عبد العزيز؟ ايه اللي خلاك مديون بالمبالغ دي كلها؟ ايه السبب؟ ظروف السوق واحواله يا منير بيه، هي التجاره كده، يوم في الطالع ويوم في النازل. بس ده نزل بيك لتحت قوي. ربك وما يريد بقى يا منير بيه. ونعمه بالله، بس انت عليك شيكات بربع مليون جنيه، وده مبلغ كبير قوي. فعلا. وطبعا انت ما عندكش سيوله تسدد بيها المبلغ ده. ما انا لو عندي سيوله ادي الناس حقوقها واريح نفسي. ولو ما سددتش خلال يومين التجار هيقدموا الشيكات للنيابه وانت هتتحبس، مش كده برضه؟ وهي دي المشكله اللي محيراني ومطيره النوم من عيني يا منير بيه. وانت لا مؤاخذه مالكش اصحاب او معارف او قرايب تقدر انك تستلف منهم المبلغ ده وتسدده؟ حتى لو في قرايب، مين هيرضى يسلف ربع مليون جنيه؟ انما قول لي انت وصلت للمعلومات دي كلها ازاي؟ اللي عايز يعرف يعرف يخلي اللسان ازاي ينطق ولا مؤاخذه. بس انت عملت التحريات دي كلها عني ليه؟ تعبت نفسك ليه؟ عشان ايه؟ لاني صديق مخلص وعايز اطلعك من ورطتك ووقفك على رجليك تاني. الدنيا لسه بخير يا استاذ عبد العزيز. وانا هكون ممنون جدا يا منير بيه لو وقفت جنبي وعملت فيا الجميل ده. وانا بقول لك اطمن، التجار مش هيقدموا الشيكات للنيابه وانت مش هتتحبس. ازاي؟ عشان الشيكات بتاعتك اهي، انا اشتريتها من التجار اللي مدينينك. فعلا الشيكات دي بتاعتي فعلا. وبكده يبقى انت مش مديون لاي حد غيري انا وحدي بس، وانا ممكن اتساهل معاك لاقصى درجه وما اخليكش تشيل همهم. ايوه بس برضه ازاي؟ هقطعهم، هحرقهم، هعتبر المبلغ اللي دفعته فيهم هديه مني ليك. بس لو اتفهمنا يا عبد العزيز.
نتفاهم على ايه؟ امال بنتك. امال بصراحة انا حبيتها من اول نظرة، من اول ما شفتها وصممت اتجوزها. ايوه بس بنتي عارف عارف هتقولي مرتبطة بشاب لسه متخرج وفي اول طريقه، وانت لو جوزتها له هتعيشها في فقر، وكمان مش هتلحق تفرح بجوازها لانك هتكون مرمي في السجن. لما لو جوزتها لي انا بقى انت مش هتخش السجن، وبنتك هتعيش في عز، والشيكات هتبقى مهرها. مهرها وعليهم زيهم مكاش، ده غير الشقة الفخمة اللي بنتك هتسكن فيها، والعربية اللي آخر موديل اللي هتركبها. بنتك هتعيش في آخر عز ونغنغة يا عبد العزيز. قلتي إيه؟ الحقيقة تفاجأتني يا منير بيه. الحياة كلها مفاجآت يا عبد العزيز بيه. وبعدين خلي بالك أنا جاي أناسبك، وأنا مش أي حد جاي من الشارع. اسأل عن منير عبد الغني وأنت تعرف أنا مين. بس يا ريت بسرعة لأني مستعجل، لأن حبيت بنتك. والحب له عيب ولا هو حرام؟ وافقته وحددنا معاك كتب الكتاب الخميس الجاي. طبعا كل ده تم غصب عنك. ما انكرش انه تم غصب عني، وما انكرش ان كنت مسلوب الإرادة وان كنت ببيع بنتي، لكن انا ما كانش قدامي حل تاني، ما كانش قدامي اي حل تاني عشان اهرب من الفلس ومن وصمة العار اللي ممكن تصيب بنتي لو انا اتسجنت. وامبارح طبعا وانت في الحفله ضميرك صحي وانبك فعملت عملتك. عملتي؟ عملت ايه يا حضره الضابط؟ قتلت منير عبد العزيز، قتلته عشان تخلص من الطوق الحديد اللي كان لفه حوالين رقبتك وخانقك بيه. لا يا فندم لا، انا ما قتلتوش. لا قتلته عبد العزيز. انا هقول لك ازاي. انت خدته وقمته علشان تتكلموا وتدردشوا شويه وتحاول تقنعه انه يشيل من دماغه فكره جوازه من بنتك دي، لكن هو رفض وصمم على اللي في دماغه وهددك بالشيكات. انت انفعلت، بتبص في الارض لقيت قدامك سيخ مرمي في الارض، شلته من غير ما تفكر وطعنته بيه الطعنه اللي قتلته. لا يا فندم كل ده ما حصلش. لا حصل عبد العزيز، انت قلبك حن على بنتك، خصوصا لما شفتها قاعده مع الشاب حسام اللي بيحبها وهي بتحبه، واللي انت شخصيا مقتنع بانه هو الزوج المثالي ليها. انت اللي قتلته عبد العزيز، ما تنكرش. انا ما قتلتوش صدقني. انت اللي قتلته عشان تريح ضميرك من ناحيه بنتك وتخلص من الشيكات اللي عليك. لا يا فندم ما حصلش ما حصلش. وبعد اللي في الفيلا ما اكتشفوا الجثه ادعيت انك انت عيان عشان تمشي من مكان الجريمه قبل احنا ما نوصل. يا فندم انا فعلا مريض وعندي ما يثبت ده، وصدقني انا ما قتلتش منير. وانت يا حسام ايه حكايه خناقتك معاه؟ يا فندم انا ما كنتش اتصور ابدا ان ده ممكن يحصل بعد الاحلام اللي بنيناها سوا انا وامال. يعني ازاي باباها يعمل كده؟ ازاي يحطم كل شيء ويرضى يجوزها لحد تاني غيري؟ وهو الحال اتصلح، كل حاجه رجعت زي ما كانت، خصوصا بعد المنافس بتاعك ما اتقتل وجاوا خليلك. بصراحه يا فندم انا في لحظه كده اتمنيت له الموت، ده كان عامل زي الاخطبوط اللي مد دراعاته حوالينا وحاول يخنقنا كلنا. فعلا كان ندل ندل ويستاهل اللي جراله. انا بلغني انك انت وانت بتتخانق معاه في الحفله هددته وقلت له انت مش هتلحق تتهنى بيها. الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا فندم. ويا ترى كنت تقصد ايه بالكلمه دي؟ عادي يا فندم، الانسان ساعه الغضب ممكن يقول كده واكتر من كده كمان. صحيح معاك حق. طب بعد ما مشيت من الحفله رحت على فين؟ فضلت ماشي وانا مش داريان، ولقيت نفسي رايح اسكندريه عند ابن عمي. انا بسالك عن اللي عملته قبل سفرك اسكندريه. ما انا قلت لحضرتك انا كنت ماشي ومش داريان بنفسي. يعني ما رجعتش الفيلا تاني يا حسام؟ لا يا فندم ما رجعتش. لا رجعت على الفيلا يا حسام، رجعت وانت بتغلي ودمك فاير بسبب اهانه منير ليك، رجعت عشان تدافع عن حبك اللي حسيت انه هيضيع منك في لحظه. لا لا ما حصلش. رجعت يا حسام من غير ما حد يشوفك او يحس بيك، وتربصت المجني عليه وقتلته. لا يا حضره الضابط انا ما قتلتوش. قتلته بالسيخ اللي لقيته مرمي على الارض. انت اللي قتلته يا حسام. لا ما حصلش ما حصلش. معلش يا مدام كريمة أنا مقدر الظروف اللي أنت فيها، بس ما تنسيش إن الجريمة تمت عندك هنا في الفيلا. ده كان شيء فظيع فظيع. أنا بلغني إن كان في مشاكل بين المجني عليه وبين أخوك عاطف. ده حقيقي، لكن لو كنت حضرتك عايز تقول إن أخويا له يد في الموضوع تبقى غلطان، منير ابن عمنا ومن دمنا، مش ممكن أخويا يعمل حاجة زي كده. طب وسناء مرات ابن عمك؟ مالها؟ أنا بلغني إنها كانت موجودة هنا ليلة الحفلة. لا انا ما اعرفش ان هي جت خالص ولا حد شافها. ازاي بقى؟ انا البواب اكد لي ان هو شافها وهي خارجه بعربيتها مسربعه ومستعجله وعطيات الشغاله كمان شافتها. غريب. انا بلغني كمان ان كان في مشاكل جامده بينها وبين المجني عليه، وصلت لحد الطلاق تقريبا. ده حقيقي؟ طب ما تعرفيش ايه المشاكل دي وايه اللي وصلهم لكده؟ ايوه اعرف يا فندم.
طب ممكن تحكي لي ايه اللي تعرفيه بالظبط؟ انا خلاص مش هقدر اعيش معاه دقيقه واحده بعد كده. اهدي بس يا سناء واحكي لي ايه اللي حصل. اللي حصل 5 مليون جنيه كريمه مراسي عن اهلي. انا فعلا عارفه انك ورثه 5 مليون جنيه، بس اللي انت ما تعرفيهوش ان منير ابن عمك خدهم مني. ازاي؟ قال يا ست عايز يشغلهم لي، وانا من عبط اديت له الفلوس من غير ما اخد منه ورقه انه استلم مني المبلغ. وانت ازاي تعملي كده؟ هو في زوجة في الدنيا يكون بينها وبين جوزها ورق او مستندات؟ المفروض لا. اهو ده اللي حصل، ابن عمك سرقني يا كريمه وبكل بجاحه قال لي ان ماليش حاجه عنده، وفوق كل ده وده عرفت ان البيع عايز يتجوز عليا. ايه يتجوز؟ ايوه يا ستي، نفسه يتجوز عيله صغيره. يجوز مين؟ معرفش، ما قاليش. عشان كده بقى انا طلبت منه الطلاق. تعرفي الندل رد عليا قال لي ايه لما طلبت كده؟ ايه؟ طلب الثمن فوق اللي نهبه مني، والثمن حته الارض اللي فضلالي اديها له بيع وشراء. تصوري؟ غريبه غريبه ان منير يعمل كده، في راجل محترم يعمل في مراته كده؟ اهو ده اللي حصل يا كريمه، انا بقى مش عارفه اتصرف ازاي. يعني تفتكر انها ممكن تكون جت ودخلت الجنينه من غير علمكم وارتكبت الجريمه دي؟ معقول؟ ما هي جت ومشت من غير ما حد يحس بيها. بس انا ما افتكرش ان سناء ممكن تعمل حاجه زي كده. وليه لا؟ لا يا حضره الضابط لا، انا لو رحت هناك ولا شفته يبقى هقتله ازاي؟ مفيش داعي للكذبه مدام سناء، انت رحت هناك ليلتها وفي ناس شافوكي وانت خارجه بعربيتك، خرجتي بعد ما عملت عملتك وقتلت منير. يا فندم انا صحيح رحت هناك بس ما قتلتوش، انا رحت علشان اهني ايمان بعيد ميلادها، لما لقيت منير موجود هناك فضلت ان امشي عشان ما يحصلش بيني وبينه مشاكل قدام الناس. هو ده اللي حصل صدقني. اللي حصل يا مدام سناء انك انت رحتي واستخبيتي في الجنينه وفاجئت المبني عليه وقتلتيه وخلصت منه، ما انت لسه على ذمته، يعني انت اللي هتورثي كل حاجه، معرض السيارات والفلوس اللي في البنك، مش كده ولا ايه؟ صدقني يا فندم انا ما قتلتوش، صدقني حضرتك. احنا مضطرين نحجزك عندنا هنا لغايه ما نخلص شويه اجراءات والقضيه كلها تتحول للنيابه. يا رجا يا فندم رجا فندم ماشي، خد الست هانم عند حظابه مجدي واعمل له لازم. حاضر يا فندم. يا فندم انا مظلومه صدقني. اتفضلي لو سمحتي. اتفضلي يا ست. ادخل. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا صلاح. تقرير الطبيب الشرعي لسه واصل حالا. طب كويس، خلينا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. التقرير بيقول ان الوفاه نتيجه طعنه نافذه في الجانب الايمن من الامام اخترقت الكبد واحدثت به تهتكات مما ادى الى الوفاه في الحال. والسيخ ما عليهوش أي بصمات. معقولة؟ ولا بصمات الشاب اللي خطفه من الشيف ورماه بعد كده؟ ولا بصمات الشاب يا فندم. واضح إن الجاني بعد ما ارتكب جريمته مسح البصمات من عليه. يا فندم سرحت في إيه؟ بقول لك يا صلاح، تعالى أقف قدامي كده. التقرير بيقول إن الطعنة في الجانب الأيمن من الأمام، وده معناه إن القاتل والقتيل كانوا في مواجهة بعض زينا وأنت كده. مظبوط يا فندم. طب لو افترضنا ان انا القاتل وانت القتيل مثلا واحنا واقفين قصاد بعض اهو، احنا بنتكلم، احتدينا على بعض في المناقشه، انا بصيت لقيت السيخ قدامي، مديت ايدي خدت السيخ وطعنتك بيه، الطعنه هتيجي فين؟ الناحيه دي يا فندم في الجنب الشمال. ده لان انا ماسك السيخ بايدي اليمين، ولو حاولت اطعنك بايدي اليمين في الجنب اليمين الطعنه ممكن تطيش، انما عشان الطعنه تستقر في الكبد وتحدث بيه تهتكات تؤدي للوفاه في الحال، يبقى لازم اكون ماسك السيخ بانهي ايد؟ بالايد الشمال يا فندم. بالظبط، وده اللي حصل مع المجني عليه. يبقى الجاني كان ماسك السيخ بانهي ايد؟ الشمال، لانه اشول. الجاني اللي ارتكب الجريمه دي يا صلاح لازم يكون اشول. مظبوط يا فندم، تمام تمام. بس يا ترى مين من المشتبه فيهم ممكن يكون هو الجاني؟ انا عرفته يا صلاح، ودلوقتي اقدر اقول لك مين هو الجاني.